في الخاص، كيف نحافظ على صحتنا وما نسبة كميات الأكل المسموح بها في موسم الأعياد؟ بفترة الأعياد الناس بيستهلكوا كميات كبيرة من الأكل العالي الدسم، الأمر اللي بيسبب بضرر صحي إضافة إلى زيادة بالوزن. شو هي الطريقة المعتدلة لناكل وجبات شهية ونحافظ بالوقت نفسه على صحتنا؟ هلا الطريقة هي الاعتدال. الاعتدال يعني حتى ولو كان عنا وجبة تقيلة ممكن نبلش بالخضرة بالإجمال، يعني نبلش بالسلطة، ننتبه على المشروبات لأنه بالمشروبات كمان في نسبة سعرات حرارية مهمة، وإذا كتير الأكل دسم نخفف الكمية. بالمطلق المطبخ الحديث عم ياخد بعين الاعتبار الأكل بأقل ملح ممكن وأقل دسامة وباستعمال كمية أكبر من الخضار. لهالتوازن بده يكون ماشي من الأول للآخر، اخذين بعين الاعتبار بين الماتيار بريمير ولا المواد الأولية اللي عم ننقيها اللي هي 60% من نوعية الطبق، بعدين طريقة التحضير اللي هي بده يكون في التشكيل بطريقة التحضير، بده يكون عندنا مسلوق، بده يكون عندنا مشوي، بده يكون عندنا أقل قلي والأفضل ما يكون في كتير قلي، الزبدة بدنا نحشيها شوي. شيف مارون حضر لنا طبق طيب وسريع وبيتضمن كل المكونات اللي بيطلبها الجسم وبطريقة معتدلة. رح نحط شوية صوص عليها. صار عندي طبق كامل، عندي لحمة بروتين، عندي خضرة اللي هي اللوبية، عندي سلاد اللي بتاعي اللي ريفرشينج وطيبة وأنا عم باكل بخدها، وعندي البطاطا. نتمنى أن النصايح اللي قدمنا لكم إياها تقدر تساعدكم للحفاظ على صحتكم ولتقدروا تاكلوا أكل طيب. ينعاد على الجميع. منى سكر، MTV.